أهلا بكم. لوحت وزارة الداخلية الإيرانية بقمع تظاهرات حاشدة دعا إليها الإصلاحيون يوم غد، فيما سبق وتم وضع الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي وأمير حسين موسوي رهن الإقامة الجبرية. الإصلاحيون في إيران يلجؤون مرة أخرى إلى خيار الشارع بعدما تخلوا عنه مؤقتا منذ يوم عاشوراء في ديسمبر العام 2009، ولم يمنع فرض إقامة جبرية على زعيمي الإصلاح مير حسين موسوي ومهدي كروبي من مواصلتهما دعوة الأنصار من خلال موقعيهما على الإنترنت إلى مظاهرات الأحد لإحياء ذكرى ضحايا مظاهرة الاثنين الماضي في طهران. وبينما تكثف قوى الأمن من وجودها في العاصمة وفي محيط المجمع الذي يضم مكتب المرشد والرئاسة حيث منزل موسوي، أكدت أوساط الرئاسة أن الأمن أنشأ جداراً عازلاً لسجن موسوي وزوجته الناشطة الأكاديمية زهراء رهنفارد داخل منزلهما، فيما هدد الإصلاحيون هددوا باللجوء إلى إسقاط النظام إذا تعرضت حياة موسوي أو أي من الزعماء الإصلاحيين للخطر. حزب المشاركة الإسلامية تنظيم الشباب كان أكثر جرأة في التهديد ليعلن وفاة النظام في حال التعرض لحياة زعماء الإصلاح. وزير الداخلية مصطفى محمد نجار هدد بأن وزارته ستتصرف بموجب القانون ضد مثيري الفتنة وقادتها حسب تعبيره، لكن بعض قيادات الحرس الثوري سربت أنها وعدت بأن لا يوجه الحرس الثوري السلاح نحو المتظاهرين، وكشفت عن خلافات حادة مع الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي يستفيد من البسيج والشرطة لقمع المحتجين، إلا أن مصادر أكدت أن الشرطة الإيرانية كانت خلافاً للمظاهرات السابقة تعاونت بشكل لافت مع المتظاهرين الذين رددوا الاثنين الماضي شعارات منها لا غزة ولا لبنان، تونس ومصر وإيران. مظاهرات تأتي وسط تسخين يشهده ملف القوميات والأقليات، تحذير من زعيم السنة في زاهدان مولوي عبد الحميد للاتعاظ مما جرى في تونس ومصر، والسلطات تشن حملة اعتقالات واسعة في الأهواز وباقي المدن العربية في إيران شملت أكثر من 250 ناشطا مدنيا. أما الأكراد فدعوا إلى إضراب عام في كردستان، والسبب أن أحد قتلى مظاهرات الاثنين الماضي صانع جالة هو كردي من مدينة باوة وسني ليس من العناصر البسيج، خلافا لما تروج الحكومة. نجاح محمد علي، العربية.